السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم كاربي لكن ممكن؟ اسم سفيان يوسف. سفيان يوسف. سفيان يوسف. سفيان يوسف. حنا الان متواجدين بحي فلاش طوبة، حي المحمدي. إن اليوم كان شي جريمة قتل أو متعدية ما عرفناش، ولكن ما كان الحال غير نعرفوا غير هذا الولد اللي واش مريض واش ماشي مريض. مريض. هذا الولد كما كاع الناس كتعرف. هذا الولد كما كاع الناس كتعرفوا مريض عقليا. وحنا ما عرفناش دابا واش هذه جريمه قتل، واش هو قتلها متعمد ولا هي ما موش ديال الله سبحانه وتعالى. المهم كما كتشوف ودائما كاين هذوك تيسقيو هذه شحال يكون في عمره هذا الولد هذا؟ 32 هكا. يعني دابا مازال ما معروفش بلا مضروبه ما مضروباش مازال ما بين عليهم مضروبه. قالوا مضروبه. قالوا مضروبه. يعني على مستوى الانف هنا على مستوى الانف. فاش واش ضربه ولا طيحه ولا شي ما عرفتش شي عمود. يعني مازال الناس الامن كي هاد المرأة حتى هي مريضة شوية ولا؟ هي شوية واه. ساكنين غير بوحدهم؟ هي وولدها وواحد نعم؟ واحد في السجن. واحد في السجن. شحال تكون عندها المرأة هكذا بالميزة؟ 50 ما يقارب 50 سنة. 50 سنة. تعداها شوية تعداها. 53 عام. إذن شكرا تبارك الله عليكم. هاني إن شاء الله. الله يستاهل.